السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد اليوم سخيف في هذا الفيديو راح أقدم لكم طريقة خرافية لشحن جوال فري فاير وشد ببجي من خلال نقاط التشغيل وراح تكسب من خلالها خمسة دولار فأتمنى من كل شخص يشاهد هذا الفيديو يضع لايك لكي يستفيد عدد أكبر من الناس وإذا لم تكن مشترك فاشترك وفعل جرس لكي تتوصل بكل جديد فالكثير من الناس أصدقاء الكرام عندما يوصل مئة نقطة في نقاط التشغيل يحولها مباشرة إلى واحد دولار وهذا خطأ كبير جدا لأن هناك خاصية وميزة خرافية جدا من خلال النقاط يمكنك تحويلها إلى خمسة دولار فري فاير أو شدت ببجي فأتمنى أن تستفيدوا من هذا من هذا الفيديو اليوم فلا تنسوا دعمي بلايك وهيا نبدأ في شرح هذه الطريقة الخرافية فكما تشاهدون أصدقائي الكرام شرحنا لليوم داخل دخل تطبيق المتجر جوجل بلاي كما انتم تشاهدون ونضغط على ثلاثه خيارات هكذا بعد ذلك نضغط على نقاط التشغيل كما انتم تشاهدون فهنا راح نجد الاضافه كل كل اسبوع راح نجد مكافاه فراح نضغط عليها هكذا ثم راح نفتح هذا الصندوق او هذه النقاط نضغط هكذا ثم ضغطه مطوله وكما تشاهدون ثلاثه نقاط اسبوعين راح نتحصل عنها فراح نضغط على دون وبذلك راح نتحصل على 251 نقطة فالكثير من الناس يجمعون 100 نقطة وبعد ذلك يذهبون الى يوز او تبديل النقاط وبعد ذلك يستبدلها بواحد دولار اين هي لكن أنا اليوم راح أقدم لكم كيفية تحويلها إلى خمسة دولار هذي المئتين وخمسين نقطة فقط، فكما تشاهدون يمكنني تحويل مئة نقطة لواحد دولار ومئتين نقطة لمئتين دولار وخمسة دولار خمسة دولار أصدقائي الكرام بخمسة نقطة، لكن أنا بطريقة خرافية وميزة خرافية جدا راح راح احول هذه النقاط الى الى جواهر فري فاير خمسة دولار او او ببجي شديد ببجي خمسة دولار فكيفية تحويلها اصدقائي الكرام او قبل تحويل هذه النقاط راح اقدم لكم السجل للنقاط نضغط على ثلاثة اسطر هكذا ثم نذهب الى السجل اصدقائي الكرام لكي ترون كيفية تجميع النقاط فكما تشاهدون اول شيء لقد استبدلتها وعملت خطأ كبير واستبدلتها بواحد دولار بمية نقطة كما تشاهدون فقدم لي نقطة مكافأة وبعد ذلك حملت تطبيقين وأخذت عشر نقاط ثم أخذت مكافأة من هذه الأسبوعية ثم حملت التطبيقات وأخذت النقاط ولقد أخذت الكثير والكثير من النقاط كما تشاهدون حملت التطبيقات وأخذت المكافآت الأسبوعية و وانتظرت الكثير من الايام حتى جمعت 250 نقطه لانها 250 نقطه راح احولها الان امامكم الى 5 دولار فري فاير واشحن امامكم فكما تشاهدون هنا يقول لنا قسيمه فري فاير 5 دولار ب 250 نقطه فقط كما تشاهدون 5 دولار وهذا شيء خرافي جدا وفري فاير كما تشاهدون ويمكنكم تحويلها إلى ألعاب أخرى مثلا بابجي راح أوريكم بابجي أصدقائي فلا, فلا تحولوا مئة نقطة إلى, إلى 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 جوجل بلاي أو واحد دولار فعليكم أن تصبروا وتجمعوا 250 نقطة وتحولوها إلى خمسة دولار كما تشاهدون بابجي خمسة دولار شدات بابجي كما تشاهدون. وهذه حزمة أو فاير باس الله أعلم ما هي بثلاث ومية نقطة كما تشاهدون فأنا ألعب فري فاير فلذلك راح أشحن أمامكم مع فري فاير نضغط على هذه الخانة كما تشاهدون وبعد ذلك راح نغيرها نغير مئتين وخمسين نقطة وأنا في رصيدي مئتين وواحد وخمسين إلى إلى قسيمة خمسة دولار راح نضغط على يوز بيمو فهنا راح يتطلبوا مني كلمة السر فرح ادخل كلمة السر وعودوا اليكم وبعد كتابة هذا الكود المتباس راح نضغط على فيريفي وراح يتحول معنا بدون اي مشاكل كما تشاهدون ننتظر قليلا فهنا يقول لنا تريد ان دائما هذه الدفعة فرح اقول له لا شكرا ثم اوكي وبذلك اصدقائي تمت العملية بنجاح وارح نضغط على اوكي كما تشاهدون خمسة دولار فري فاير نضغط على اوكي والان يقولون إن اني لقد حولت بنجاح النقاط كما تشاهدون نذهب الى فري فاير نفتح اللعبه اصدقائي الكرام هذه هي كما تشاهدون والان سوف اشحن امامكم ننتظر حتى تفتح معنا اللعبة <applause> فمن خلال 250 نقطة نقاط التشغيل فقط راح أت... راح تشحن خمسة دولار فري فاير او PUBG وهذا شيء خرافي جدا بدل ما ما تغير مئة نقطة الى الى 500 نقطة اصدقائي الكرام فرح نذهب الان ونشحن امامكم ووريكم كيفية الشحن بها فرح نضغط على الجواهر اصدقائي الكرام كما تشاهدون نضغط على الجواهر وبعد ذلك نضغط على خمسة دولار كما تشاهدون وهي 520 مجوهرة نضغط عليها ثم يقول لنا صفر هناك قسيمة لقد اشتريتها كما تشاهدون يقول لنا القيمة صفر لأنك لديك القسيمة وفي حسابي كما تشاهدون اه اثنين سنت بدون أي رصيد اثنين سنت وراح وراح اشتري هذا العرض كما تشاهدون نضغط على كونفيرمي وفي رصيد سبعين مجوهرة اه ننتظر قليلا نأخذ سكرين شوت كما تشاهدون يقولون لنا تمت العملية بنجاح والآن سوف نضغط على هذه الخانة وهنا يقولون لنا تمت العملية بنجاح ولقد أخذت هذا الـ هذا الـ ماذا يسمى المهم لقد أخذته نضغط على سكرين شوت هكذا ثم نقول له أوكي ولقد تم الشحن بنجاح كما تشاهدون أصدقائي الكرام و وشحنت 595 وخمسة وتسعين مجوهرة كما تشاهدون وأخذت المكافأة التراكمي نضغط على كريم هكذا وأصبح في رصيدي ستة مئة وخمسة وأربعين مجوهرة وكل شيء أمامكم فاستغلوا هذه النقاط التشغيل واصبروا حتى تجمعوا مئتين وخمسين نقطة ثم حولوها إلى قسيمة جارينا أو قسيمة ببجي لكي تستفيدوا بخمسة دولار ولا تحولوها الى واحد دولار فهذا كان شرحنا لليوم انسخي الكرام اتمنى ان تستفيدوا من هذا الشرح فلا تنسوا دعمي بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>